فورد فوكس اس تي 2019 هاتشباك الجديدة كلياً والأعلى في فئات فوكس. كشف شركة فورد مؤخراً عن موديل 2019 الجديد كلياً لفئة اس تي من سياراتها فوكس، وهي تعتبر فئة أكثر رياضية من هذه السيارة الشهيرة. ومنحت الشركة هذا الموديل الجديد منها تصميماً وشكلاً أفضل من الموديل السابق للسيارة، بالإضافة لعدة فئات مختلفة من المحركات. سنتحدث في البداية أعزائي المشاهدين عن التصميم الخارجي للجيل الرابع الجديد كلياً من طراز فوكس 2019 الجديدة، حيث حصلت السيارة الأمريكية على شكل خارجي جديد بالكامل يتضمن واجهة مزودة بشبك جديد ومصابيح جديدة وصادم جديد وغطاء محرك يحتوي على خطوط انسيابية. ومن الواضح تجديد تصميم المرايا الجانبية وسقف السيارة ليضفي عليها أكثر تناغماً ورياضية مع هذا الشكل الجديد. وصولاً إلى الخلف، اكتمل المظهر الذي يليق بجيل جديد مع مصابيح مختلفة وصادم جديد بتصميم هجومي أكثر. ومن الواضح أن الواجهات الأمامية والخلفية لهذه السيارة الأمريكية أصبحت أقصر من الجيل السابق، وذلك بفضل اعتماد فوكس 2019 على منصة C2 الجديدة التي وفرت مساحة داخلية أفضل وزادت من صلابة هيكل السيارة بنسبة 20%. وخفض وزن أجهزة سيارات فورد بمقدار 88 كيلوغرام، مما يحسن من استهلاك الوقود وقلل من مقدار انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون. ويتمثل التغيير الأهم بهذا الموديل في استبدال فورد لمحركاتها 4 صوانات 2000 cc وشاحن توربيني الذي يعمل بالبنزين مع الموديل الحالي بمحرك آخر أكبر وأقوى مكون من 4 صوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2300 cc وبقوة 276 حصان عند 5500 دورة للمحرك في الدقيقة، وبعزم 420 نيوتن متر عندما تتراوح دورات المحرك من 3000 إلى 4000 دورة في الدقيقة. ويعتبر المحرك الجديد أقوى بنسبة 12% من المحرك السابق، كما أنه يتمتع أيضاً بعزم أكبر بنسبة 17% مقارنة بعزم المحرك السابق، وأدى ذلك إلى قدرة السيارة على بلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة من الثبات في أقل من 6 ثواني فقط. كما أن السيارة تتمتع بنظام متطور لتوزيع عزم المحرك على عجلات السيارة حسب الحاجة. وإلى جانب محرك البنزين الجديد، قدمت فورد محرك ديزل آخر وصفته بأنه أقوى محرك ديزل قدمته حتى الآن بجميع موديلات فوكس، وهو محرك من فئة إيكو بلو مكون من 4 صوانات ويتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 cc وبقوة 187 حصان عند 3500 دورة للمحرك في الدقيقة، وبعزم 400 نيوتن متر عندما تتراوح دورات المحرك من 2000 إلى 3000 دورة في الدقيقة. ومع هذه المحركات ستقدم الشركة ناقل حركة يدوي من 6 سرعات كمكون أساسي، مع إتاحتها لناقل آخر أوتوماتيكي من 7 سرعات كخيار لعملائها عند الشراء. كما تقدم فورد أيضاً مع هذا الموديل نظام تعليق متطور ومكابح أقوى وإعدادات مختلفة لعمل محرك السيارة، وساعدت هذه الأنظمة المعدلة والمطورة على نسبة تجاوز أسرع للسيارة مع السائق أفضل بكثير من نسب جميع موديلات فوكس اس تي السابقة. وستقدم فورد هذه النسخة من فوكس في أوروبا خلال أشهر الصيف القادم من عام 2019 الحالي، وستقدم منها نسخة هاتشباك ب5 أبواب أيضاً. في حال توفر لدينا أي معلومات جديدة عن السيارة سنقدمها لكم عبر قناتنا. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. شكراً لكم على المشاهدة.